ما عمله الإسلاميون. ليس الحل بالإسلاميين بالإسلام السياسي، الحل بالمدنية، الحل بالدولة المدنية، الحل بالتقدم الحضاري، وليس بمشاريع فاشلة. اعطني تجربة لدولة دينية استطاعت أن تغير، باستثناء دولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الرسول نبي، هل بيننا اليوم نبي حتى يحكم بالدولة الدينية؟ فكها إلي يا دكتور، كم شيخ عنده 1000 رأي، كم فتوى أحد